السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم مسمن معمر. ان شاء الله كنحتاجوا فلفله، الفلفله حلوه كطابق بحال حلوه الملونه. هذا درت الاصفر والخضر، واللي بغيت درت الاحمر ماشي مشكل. والفلفله شويه حاره، والكفته والبصله وخيزو وشويه الملحه وشويه البزار والتحميره والخرقوم والكمون. العجينه من بعد غنديرو شرا عجينه فيها الدقيق والخميره وشويه الملحه والمسخون. هذه العجينه، العجينه غنوخروها دابا ان شاء الله. غنسبقو الحشوه هي الاولى، خاصنا نطحنوها. نبداو نطحنو ان شاء الله في هذه الفلفله وفي هذا الشيء. بسم الله بسم الله. ندير فيها شي شي باش تحل ليا مزيان. بعد ما طحنت كلشي ودرت فيه العطريه وهذا، انا كنخليه دابا يتشحر يتقلى مزيان حتى ما يبقاش فيه الماء كينشف. وديك الساعه نخليه برد ونمشي نعجن العجينه ان شاء الله. بعد ما درت، نذكركم بالمقادير اللي فيه الفلفله، فيه البصله، فيه الكفته، فيه العطريه، الكمونه، البزار، التحميره، الفلفله حاره الحال، فيه سكينج، لا ما سكينج بير، لا الكمون والخرقوم. صافي سكينج بير ما كيطراش في هذا الشيء. كنخليه حتى كينشف مزيان، حيت باش ينشف باش ملي يطرى في في المسمن ما يجيش ما يرطبوش يفزقو. نخليه حتى نزيد فيه شويه البوطه ونخليه حتى يدير مزيان حتى يتشحر مزيان ينشف، ونخليه يبرد ونمشيو ان شاء الله دابا نديرو العجينه نعجنو ان شاء الله. دابا غادي نبداو نديرو الكويرات. بسم الله بسم الله. ممكن نديرهم بالزيت، ممكن ندهنو علينا بالزيت، ممكن نديرو حتى بالدقيق ماشي مشكل. Thank you.
شحال اللي بغا يكبر كيكبر انا عندي طاوة شوية كبيرة غندير نديرهم شوية كبار نجمعهم هكا نجمعهم هكا تنكمل كلشي ونبداو نبداو نقرصو ونعمرو ان شاء الله بالتعميره اللي كنا صايبنا بعد ما درنا الكويرات كلهم وخليناهم يرتاحوا بسم الله دابا غنبداو نقرصو بسم الله نبداو نقرصو في هاد المسيمنات كان خصنا نخليهم يرتاحوا باش يتقرصو لينا مزيان ما باش ما يتقطعوش كرصوها مزيان مسمن بحال مسمن عادي هو فيه الخميرة وخاصو يخمر هادشي هذا هو الفرق كاينين البنات اللي كيعرفو ما شاء الله يديرو هادشي وكاين اللي كاين اللي كيكون واحد الحاجه ما عارفهاش كيف يتعلمها داكشي اللي عارفين حنا نشاركوه معاكم ان شاء الله صافي انا كنقرص غير القصريه مع البوطاجي شويه بعيد بسم الله دابا نديرو التعميره هكا غنقرصو هكا تنقرصوهم ان شاء الله كاملين قطعت لي شوية معليش الزيت كنقرصو غير بالزيت صافي كنديرو له ما نديرو لا زبدة لا والو غير الزيت نديرو هادي هكا بحال هاك نديرو عليها هادي هكا نعرفو صافي نغدوها لهنا هكا باش ما تخش كندير وحده 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 باش ما تخش لينا ديك العمارة اللي حنا عمرناها ما تخش ما ملي تجي تقرصوها ما تخسر ليناش وما تخش تقطع نوصلو حدا هاد وحدا بحال هاكا ودايما كنديرو هادي هاد التالية هادي كنديروها في المسمنية الأخرى باش نطويو عليها بحال هاكا كنديروها تحت هادي دايما كنديروها تحت في المسمنة وكنطويو عليها دابا غنحطوها هنا ونزيد عليها وحدة أخرى باش متخرجش ليا التعميرة
كندير على ثلاثة، انا بغيت كندير ثلاثة كندير أربعة، داكشي على حسب اللي بغيتيها تكون غليظة شوية كدير أربعة، بغيتيها تكون رقيقة كدير كنديرو إلا بغينا هاد الجينة رقيقة كنديرو غير ثلاثة، إلا بغيناها تكون شوية غليظة كنديرو أربعة. نخليوها ترتاح ونعاودو تاني نديرو الخوينات ونكملو هادشي اللي عندنا. دابا حنا كنقرصوها ان شاء الله نكملو التكراس، ملي بعد ما خليناها طابت مزيان كنديروها نقرصوها بحال هكا، كنقرصو مع الجنة اكثر ما نقرصو مع من الوسط باش ما تجيناش غليظة. انا درت هنايا ثلاثة معطاة وشوية كبيرة، درت ثلاثة حتى صغيرة نقرصوهم هاك. صافي وكنخليوهم يديرو يخمرو، نغطيوهم ونخليوهم يخمرو، وان شاء الله ديك الساعه غادي نشعلو الفران حتى يسخن مزيان ونديروهم ونخبزوهم ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن اللي عمرنا ولا خبز معمر، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وبالصحه والراحه، وان شاء الله مره نديروا حاجه اخرى ان شاء الله مره اخرى. والسلام عليكم، نتمنى انه يعجبكم ان شاء الله ومرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.